علاش ديما كنسمعوا فاطمه وما كدويش على باباك؟ لا 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 المهم اون بريف الوالده ديالي علاش كتجبدها بزاف ما جبدتش الوالد كاينش لاباس بيرسونيل. المهم الوالده ديالي اللي عاونتني في الطاب في 2011 فاش بغيت ندير كليب هي اللي عطاتني 5000 درهم كانت شي واحد قد خرج 5000 درهم وخرج حتى 14 ليا نصور كليب وطاها طوطو دابا راه شاهد عليها وطاني اللي كانوا عشراني في الكليب بوك عاونتني بزاف في الراه فهمتي اكثر من الوالد سينو علاش ما كنجبدش الوالد الوالده هز عليا مي كاين دي بروبليم بيرسونيل مع العائله بحالي بحال اي واحد سيت صافي حيد عليه